بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله حنكمل يوم شابتر 2، ننهي نحل أمثلة إضافية. إن شاء الله إنك تطلع أمورك تمام. يعني أنا بدي أفترض إنك من المحاضرة اللي قبل أو الفيديو اللي قبل أخذت 50% مني، بس فهمت كيف تحل ولسه وضعك مكركب. هاي بدنا نبلش بمثال السلايدات اللي هو الإكزامبل اللي وقفنا عنه. هذا الإكزامبل بيجمع لك كالعادة بين شابتر 1 وشابتر 2 عشان أنت إيش تتدرب وتمارس لي أمورك. في عندك هون بحكي لك هذا التيبل، هذا الجدول يعبر لك عن النمبر اوف بوتلز بروديوسد بير داي، يعني بيعبر لك عن عدد الزجاجات بوتلز، الزجاجات اللي تصنع كل يوم بايش؟ بمصنعين، هاي المصنع الاول وهي المصنع الثاني. المصنع الاول والمصنع الثاني بيستخدموا عده ايش؟ عده زجاجات. هاي زجاجات الكوكا كولا والفانتا، خلينا نحكي 7 اب. المصنع الاول اللي هو بيختار باخذ 15000 من الكوكا كولا، والثاني 15000، الثالث وهك الثاني والثالث وهكذا. اول خطوه عشان نحل الجرافيكال، نفرض انه هو طالبني جرافيكال، هاي الجرافيكال او هاي، يعني هيك يعني بيجي السؤال، ها هاي نكتب لك اياها بالرموز، الجرافيكال اوبتيمال سوليوشن. اوكي 100%. طيب فانا اول شيء بدي اعمل ماثيماتيكال فورموليشن عشان ابلش بالحل. اول خطوه بحدد ايش الديسيشن فاريبل، شو هم الديسيشن فاريبل x1 و x2، وشرط بالجرافيكال يكون عندي بس x1 و x2. هذا الكلام احنا متفقين عليه، هذا الكلام احنا ايش احنا متفقين عليه. طيب شو هي x1 وشو هي x2؟ x1 اللي هو العدد اللي بصنعه المصنع الاول، و x2 العدد اللي بصنعه ايش المصنع الثاني، العدد اللي بصنعه مين المصنع الثاني. خلينا نجي نشوف. هسه بدي بحكي لك هون النمبر اوف بروديوسد للمصنع الاول. شو المصنع الاول؟ المصنع الاول اللي هو هاي، طيب x2 اللي هي النمبر اوف بروديوسد للمصنع الثاني، هاي نفس ما هو كاتبهم بالسلايدات. هاي x1 number of type produced all three type اللي هو ثلاث زجاجات. هسا x1 و x2 كل طالب ممكن يكتبها شكل، يعني انا اللي كتبته هذا مش غلط، عدد الزجاجات او البوتلز اللي ينتجها المصنع الاول، وعدد واكتب اسم المصنع، وعدد الزجاجات اللي بينتجها ايش بوتلز اللي هو المصنع الثاني. بامكانك تكتبها بنفس هاي الصيغه، فكل واحد عادي بكتبها باي صيغه بحيث انه يعبر للدكتور شو هي x1 وشو هي x2. تمام. هسه مباشره بعد هذا الحكي ايش حكينا؟ بنيجي بنكتب مباشره، بنكتب الاوبجكتيف فانكشن، الاوبجكتيف فانكشن زد. طيب قبل ما اكتب زد ماكس ولا مينيمايز بتفرج كوست بير داي، عندي دفع عندي صرف كوست، يعني ايش مينيمايز؟ هاي من الكلمات المفتاحيه اللي انا فهمتك اياها وين بشابتر 1 الماثيماتيكال فورميليشن اول فيديو. طيب زد تساوي 600 من مين؟ من x1 بلس 400 من مين؟ من x2. والله تمام. طول عندي decision variable، decision variable أو sorry شو decision variable هو من الكونسترين. أول كونسترين عندي 15000 من x1، أو هم كداش نضيع وقتنا بما إنهم مكتوبات تحت، إحنا بيهمني هاي هم 15000 من x1، 15000 من x2 أكبر أو يساوي من 2000. هون بدنا نتناقش ليش أكبر أو يساوي من 2000. تعال أفهمك ليش أكبر أو يساوي من 2000. طيب قرأ لي الكلام اللي هون، لانه هون مش معطيك القيمه القصوى لكل كوكا كولا او لكل الفانتا. فاحنا حبه حبه بيحكي لك ماركت سيرفي انديكتس ذات ديرينج ذا مونث اوف ابريل ذير ويل بي دي ا ديماند اوف 200000 بوتلز اوف كوكا كولا. شو يعني هذا الكلام؟ بيحكي لك الماركت خلال شهر 4 ديماند اللي هو الطلب، خلال شهر 4 بده يكون 200000 exactly، بده يكون 200000، يعني ما بده يقل عن 200000. يعني اجاك زبون قال لك بدي 200000 علبه كوكا كولا، تقدر تعطيه اقل من 200000؟ لا. فعشان هيك احنا ايش عملنا هون؟ عملنا 15000 من الاكس الاولى زائد 15000 من الاكس الثانيه اكبر او يساوي من 2000، من 200000. راح يجي الزبون راح اعطيه 200000. طب لو انا مصنع اكثر من 200000 عادي بخبيهم. يعني الفكره لو انا عملت اقل او يساوي من 200000 راح يجي الزبون يلاقيهم اقل من الطلب اللي هو طالبه، ما راح يرجع لي مره ثانيه، وراح تفشل الطلبيه ويضل ال 200 الكميه بوجهي. طيب اما انا اكبر او يساوي من 200000، انا بصنع الحاجه تبعت الزبون وعمليه التصنيع ايش مستمره، بلبي الزبون وعمليه التصنيع ايش مالها مستمره 100%. طبعا 15000 هيها 15000 15000. نكمل قراءه تحت شو بيحكي لك. برضه الطلب 400000 فانتا، يعني
30,000 X1 زائد 10,000 X2 أكبر أو يساوي من 4,000 400,000 سوري هايها. ليش بنفس الطريقة؟ أنا هو طالب مني 400,000، ما بقدر أنا أعطيه أقل من 400,000، فبدي أصنع 400,000 وفوق، إما تساوي 400,000 أو أكبر من 400,000. أجاني 400,000 والله جهزات بعطيهم، طب والله زاد عندي 100 علبة، هذول 100 علبة عادي على المخزون، عملية التصنيع مستمرة. اللي بعده شو كمان بحكي لك؟ and 440 ألف bottles of اللي هو 7-Up، برضو 20,000 X1 زائد 50,000 X2 أكبر أو يساوي من 440,000 بنفس الطريقة. ولا تنسى أن النيجاتيف X1 X2 أكبر أو يساوي من صفر. خلصنا عملية شابتر 1 اللي هي الماثماتيكال فورميليشن وما فيها أي مشكلة. طيب هسه رح نيجي لعملية إيش؟ الجرافيكال. عملية الجرافيكال أول خطوة اشتغلناها وتعلمناها وحفظناها من المحاضرة اللي قبل شو كانت؟ أول إشي بدي أحول كل الكونسترين إيش عندي؟ لمساواة، لمعادلات. طيب أنا راح أشيل هاي، هاي مساواة، هاي مساواة، بديش أرجع أكتبها مرة تانية، وهذول هاي مساواة، 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 أوكي؟ أوكي، طيب بدنا نرسم. طيب يلا عشان نرسم أنا بدي أرسم على اللي هو الإحداثيات هاي X1 وهي X2، بحاجة إني أرسم الكونسترين. كيف بدي أرسم الكونسترين؟ عشان أحدد الفيزا بالريجن. طيب عشان أرسم الكونسترين بدي باستخدام الأهل الحاسبة مرة أعوض X1 صفر وأطلع قيمة X2، مرة أعوض قيمة X2 صفر وأطلع قيمة X1 وأطلع قيمة إيش؟ X1. طبعا هون زي ما إحنا شايفين هيو نفس ما اشتغلنا المرة الماضية، هاي بتروح كلها بصفر. 15,000 X2 تساوي 200,000، اقسم 200,000 على 15,000 بتطلع مع قيمة X2، تطلع مع قيمة X2. هاي خلينا نكتبهم، هاي هون على الرسمة واضحة عندك، ماشي؟ فتطلع عندك قيمة X2، أو أنا يفضل أحسب لكم على الآلة الحاسبة مرة واحدة عشان إيش تكون أمورك سليمة. ثواني خلينا نفتح الآلة الحاسبة عشان نمشي خطوة خطوة. أوكي حكينا راح أفرض X1 بصفر وأطلع قيمة X2 عشان أرسم. طيب فباجي بحكي 200,000، ماشي 200,000 بدي أقسمها على قديش؟ على 15,000، ماشي. راح تطلع عندي قيمة X2 اللي هي 13.3، وقيمة X1 راح أجي أقسم 15,000 على 200,000 لأني فرضت هاي بصفر، يعني نفس القيمة فعليا 13.3. أوكي كمان مرة بس نتأكد، 200,000 بدنا نقسمهم على 15,000. أوكي هذه أول إحداثية للكونسترين الأول، تعال نروح نرسمه مباشرة. هيو طبعا هي طلعت 13.3، هو نقربها إنها هون بالضبط، يعني بعد الـ 12 بشوي، فيها فعليا المفروض تطلع هون، فعادي مش فارق، ماشي. فهي هي الكونسترين الأول، هي الإحداثي الأول هو 13.3، الإحداث الثاني قديش؟ 13.3، يعني هي 13.3، وصلناهم ببعض. بدنا نعرف لوين اتجاهه، لتحت ولا لفوق. خذ نقطة هون وعوضها، إذا النقطة هاي تحققت بالكونسترين مع اتجاهه لتحت، ما تحققت بيكون اتجاهه لوين؟ بده يكون اتجاهه لفوق. طيب ناخذ النقطة الأربعة وأربعة، خلينا نروح نعوضها. يلا أربعة وأربعة، باجي بحكي لك 15,000 في أربعة زائد كمان 15,000، ماشي في أربعة أعطاني قديش؟ اللي هو 120,000. 120,000 هل هي أكبر من 200,000؟ لا، معناته أنا وين الاتجاه تبعي فرضته؟ هيك صح؟ طلعت النقطة تبعتي غلط، بشطب، معناته راح يكون اتجاهه لوين؟ لفوق، وهي حاطط لك هو السهم لفوق. أوكي خلص أموره تمام. يلا على الكونسترين اللي بعده نرسمه. يعني أول خطوة أنا بطلع إحداثيات X1 وX2 وبرسمه، بحدد اتجاهه لفوق ولا لتحت. يلا اللي بعده نفرض هاي بصفر، باجي بحكي لك 400,000 قسمة 10,000 قسمة قديش؟ اللي هي 10,000، بتطلع معاي قيمة اللي هي X2 اللي هي 40، ماشي. وبدي أقسم هسا قديش هاي، بعتبرها بصفر وبطلع قيمة X1، باجي بحكي 400,000 قسمة 30,000، تطلع معاي اللي هي 13.3. مباشرة للكونسترين الثاني روح ورسمها. يلا عندنا طلعت الإحداثية 13.3 ب 40، هاي 13.3 نفس هاي النقطة ب 40، خلينا نغير اللون. نغير اللون، هاي 13.3 لل40، هاي ال40
هاي الـ40. رسمنا الكورستون الثاني، لوين اتجاهه؟ بنفس الطريقة، بدي اخذ نقطة اما هون او بدي اخذ النقطة هون. خلينا ناخذ النقطة، ناخذها دائما احنا جوا، واذا طلعت غلط بعكسها. برضو بدي اخذ نقطة داخل هاي المساحة البيضة، خلينا ناخذ برضو الأربعة والأربعة، بروح بعوضها. الكونستان عندي ما راح يتحقق، بما ان الكونستان عندي ما راح يتحقق معناته بعكس المنطقة، معناته هاي الكونستان الثاني. بس امورك ايش مالها؟ تمام، امورك ان شاء الله انها تمام. واصلا انت بدك تنتبه الشغله، انا حكيت لك اذا كان اقل او يساوي دي كلها تحت، هاي طريقه ثانيه، اقل او يساوي دي كلها تحت، اكبر او يساوي دي كلها فوق، وانا كلهم اكبر فالمساحه راح تكون لفوق ما راح تكون لتحت. وهي انا قاعد بثبت لك كيف، يعني لما تكون اقل او يساوي ده تكون لتحت، اكبر او يساوي ده تكون لفوق، وهنا كلهم اكبر او يساوي لفوق. بعد ما عملنا تيست كمان، يعني في عندي طريقتين، وطريقه التيست هي الاسلم، انك تاخذ نقطه وتجربها، تحقق معناته مكان النقطه اللي اخذتها صح، ما تحقق اعكس المساحه. يلا الكونسترين الثالث، عينا نغير لون، عندنا الكونسترين ايش الثالث، بدنا نرسم مين الكونسترين الثالث. نرجع الكونسترين الثالث بدنا نطلع احداثياته. يلا اعتبر هاي بصفر و400 440 الف، بدنا نقسمهم على قديش؟ على 50 الف. راح تطلع مع قيمة اكس 2 اللي هي 8.8، وقيمة اكس 1 بدها تكون اللي هي 440 ألف قسمة 20 ألف، بدها تطلع 22. هاي قيمة النقاط الثانية. يلا الكونستان الثالث حكينا طلعت 8.8 و22، طبعا ال 22 هو اعتبرها هون، فهي فعليا تكون هون، فيعني عادي ان هو مقربها فمش مشكله. هاي نعتبرها انها هون ماشي، وطلعت عندنا الثانيه 8.8، هاي الثمانيه نعتبرها انها برضه هون ماشي. فرسمتهم وصلت خط، وبدي اعرف المساحه بنفس الطريقه، اكبر او يساوي معناته هي لفوق، بدناش نعتبر هاي الطريقه، بدي اخذ نقطه، باخذ مثلا الاحداثي 4 و4 راح تفشل، بما انها فشلت راح تكون المساحه لفوق. هذه هي ايش؟ رسمت الثلاث كونسترين. تعال نحدد الفيزابل ريجن، بدي منطقة تحتوي على كل الكونسترين ماشي، تحتوي على كل الكونسترين، الكونسترين الأول اتجاهه لفوق، الكونسترين الثاني اتجاهه لهون، الكونسترين الثالث اتجاهه لهون، منطقة تحتوي على كل الكونسترين، هيها كل هاي، هاي هي الفيزابل ريجن، هاي هي الفيزابل ريجن. اوكي؟ لأن لو أخذت هاي المنطقة، هاي المنطقة ما بصير آخذها أصلاً، لأنه الكونسترين كله طالع لفوق، ما بصير آخذ تحتهم. واضح هاي الفيزابل ريجن بتحكي لك هيني، انت مجرد ما رسمت الكونسترين وحددت اتجاهه الفيزابل ريجن او الفيزابل سبيس او الفيزابل سوليوشن بتكون عندك واضحه. بعد ما حددنا الفيزابل سوليوشن ايش راح نيجي نعمل؟ كالتالي، في عندي نقاط اللي هو الاكستريم بوينت اللي عندهم راح تكون الاوبتيمال، اللي عندهم راح تكون الاوبتيمال، وين النقاط انا اللي بدي اعرفها؟ في عندي هاي النقطه نقطه A، في عندي نقاط تقاطع، هاي كمان نقطة النقطة B، وهي كمان نقطة النقطة C، هما ثلاث نقاط. النقطة A شو إحداثياتها؟ في داعي أعمل إحداثيات؟ لا، هي واضحة 0x1 40x2. النقطة B والله تقاطع بين تو كونستان وزنخة شوي، برجع لها. النقطة C واضحة هنا 24، أو مش 24، هي كانت بالضبط، خلينا نرجع نشوف 22 كانت، أوكي 22 ماشي وصفر. اوكي طيب النقطة B بدنا نعرف كيف. النقطة B هي تقاطع مين ومين؟ تقاطع الكونسترين رقم 3 مع الكونسترين رقم 2. اوكي مع الكونسترين رقم 2، ممتاز، مع الكونسترين رقم 2. طيب الكونسترين رقم 3، نتأكد مرة ثانية، الكونسترين رقم 3 مع الكونسترين رقم، اوكي مع الكونسترين رقم 2، خلينا نرجعهم ونشوفهم. هاي الكونسترين رقم 3 خلينا نحطه، هاي الكونسترين نرجع نكتبهم، خلينا نكتبهم هون. حكينا كونسترين رقم 3 وكونسترين رقم 2، يعني انا في عندي كونسترين هذا ما بيهمني، انا بيهمني هذول. على الآلة الحاسبة خلينا نطلع احداثيات النقطة B مرة ثانية، بكبس مود على ايكويشن ورقم 1، بدي ادخل 30000 تساوي 10000، ناس ما تعلمنا المحاضرة الماضية تماما، تساوي 400000. هاي المعادلة رقم أولى. المعادلة رقم 2 20000 ماشي، أو 20000 أوكي، و50000 و440000 كمان يساوي، تطلع مع قيمة X1 12 وقيمة X2 4، معادلتين بمجهولين يا جماعة عادي، تمام 12 و4، يعني النقطة B هاي نحط، نرجع زي ما كنا
12 و4. طيب انا هيك خلصت السؤال، بدي اجيب الاوبجكتيف فانكشن اللي كان عندي ايش هو، مينيمايز زد ايكوال. شو كان؟ كان عندي، فينا اشوفه من السلايدات اللي قدامي، اللي هو هيو 600 اكس 1 زائد 400 اكس 2. بدي اعوض في كل النقاط هدول، وانت هنا مينيمايز، فبدي اقل قيمه، بدي اقل قيمه، هيك بوصل للاوبتيمال. اقل قيمه يعني اقل كوست انا بدي اصرفه. يلا نجرب بالنقطه اي، 600 بصفر انسى، صفر، في عندي 400 ضرب اللي هي 40، يعني عند النقطة A راح يعطيك الجواب 1000 أو 16000. ممتاز، راح يعطيك الجواب اللي هو 16. أوكي، عند النقطة B، عند النقطة B تعال نعوض، 600 في X1 اللي هي 12 زائد 400 في X2 اللي هي 4 راح يعطيك اللي هي 8800. عند النقطة C برضو عوض، هاي راح تكون صفر، عاد عندك 600 في X1 اللي هي 22 راح يكون عندك 13200. وين أقل قيمة؟ وين أقل قيمة؟ وهي راح تكون الأوبتيمال، أنا بشتغل مينيمايز. أقل قيمة عندي اللي هي في عندي 16000 8800 و13200، معناته هاي الأوبتيمال. باجي بحكي له the optimal solution at point B، بكتب له النقطة تبعت البي اللي هي 12 و4 equal اللي هي 8800 دولار. صلى الله وبارك. شايفين كيف الموضوع؟ بس انت ارسم الكونسترين، حدد الفيزابل، خذ نقاط الاكستريم. هيك انتهى التشابتر، هاي التشابتر هيك انتهى. بس احنا بدنا نروح نحل كمان أمثلة يعني إضافية. في عندنا كمان مثال أنا مجهز لك إياه، وهو مثال جدا مهم، سؤال امتحان، يعني سؤال امتحان، ركز معي لأنه فيه فكرة جديدة. minimize z equal 3x1، طبعا هذا معطيك الموديل جاهز، ما بدي إياك تعمل له ماثماتيكال، جاهز الموديل، معطيك الموديل. أول خطوة بعملها وبدي إياك تحله على الجرافيكال. أول خطوة بعملها إيش؟ بحول لمساواة. يلا بسم الله، بدنا نحول لمساواة 2 اكس واحد، او خلص احنا نكتب وقتنا، ليش نروح نعيد؟ شيل هاي حط يساوي، شيل هاي حط يساوي، وهاي اصلا اوريدي يساوي. وهنا في تريك، هاي حطت لك عندها نجمه عشان بس نوصل عنده افهمك شو هذا التريك. التريك راح يكون بالفيزيبل ريجن، ركز معي هون كثير، لانه هذه الفكره اذا انت فهمتها خلاص التشابتر بيكون بجيبتك. هذه اصعب فكره ممكن تيجي على هذا التشابتر. بس اوكي، اول خطوه بعملها بدي ارسم. طبعا هنا معلش اكس 1 اكس 2 اكبر او يساوي صفر. يلا اول خطوه نرسم، صح؟ انا بدي ارسم اول شيء النيجاتيف، هاي هون، هاي اكس 2 وهاي ايش؟ اكس 1. ممتاز، هاي اكس 1 وهاي اكس 2. خلص، يلا بدنا نرسم النقاط نفس ما سوينا المره الماضيه، هاي خط زي هيك، خلينا نروح نبلش فيهم حبه حبه. يلا 2 اكس 1 زائد 2 اكس 2 تساوي 4. افرض لي هاي مره بصفر، طلع قيمة X2. باجي بحكي لك 4 قسمة 2 راح تكون 2، معناته هون 2 و X1 برضو 2. خلص هذا الموضوع أموره تمام. كونسترينت الثاني، هاي الكونسترينت الأول، كونسترينت الثاني، فرض لي هاي بصفر وراح اقسم لي، يلا 24 قسمة 4 X2 راح تكون 6، بعدين العكس، فرض لي هاي بصفر راح تكون اللي هي 24 قسمة 3 راح تكون 8. الكونسترينت الثالث، الكونسترينت الثالث هنطلع قيمة X2، صح؟ فرض لي هاي بصفر، 6 ب 2، 6 قسمة 2 3. اوكي طيب اللي بعده بنطلع قيمة X1، اشطب لي هاي، يلا لانها اعتبرها صفر، 6 قسمة ماينس 3 ماينس 2. يلا روح اعكسهم وارسمهم وين؟ على اللي هو الفيجر. عندك اول كونستانت 2 و2، 2 و2، هاي بدنا نحط باللون، احنا نغير الالوان زي المرة الماضية عشان الامور تكون تمام. هاي 2 وهون هاي 2، هاي المسطرة وهاي أول كونسترينت. دائما أنت طول الخط، خليه طويل بحيث أنك ضلك شايفه زي هيك، طوله عادي. طبعا دكتور بيعطيك رسمة ورق بياني بالامتحان. أوكي يلا، 8 و6، 8 و6 هاي اللون الأزرق، هاي 8 وهاي 6. يلا ارسم لي إياه. طبعا ما عرفنا وين الاتجاه هسه، بعرف مش مشكلة عادي.
ما أعرف وين الاتجاه، ولا فوق ولا تحت، هسه بنعرف، أو مباشرة خلينا نعرف هسه، يلا، أو بلاش عشان أفهمك إيش بدي من هاي النقطة، أو يلا بالمرة عشان تضلك ماشي على بروسيجر معين، معلش، صفر والصفر، عوض لي إياها في الكونسترين، اثنين بصفر صفر، واثنين بصفر صفر، هل الصفر أكبر من الأربعة؟ لا، معناته النقطة اللي أخذتها غلط، معناته هي اتجاهه لهون، هاي الكونسترين رقم واحد. الكونسترين الثاني، خد لي النقطة اللي تحت، خلينا ناخذ النقطة اللي هون، آخذ الاثنين والاثنين، عوض لي 3 في 2 6 زائد 4 في 2 8 14، ال 14 أقل من 24 صح، معناته هذا اتجاهه لتحت، هاي الكونسترين الثاني، ممتاز، لأني أخذت أنا نقطة تحت. زي ما حكيت لك، أنت معجوق بتكاش هذه الطريقة براحتك، بتقدر تعتبر إنه على المتباينات، المتباينة الأولى أكبر أو يساوي فاتجاهه لفوق، المتباين الثاني أقل أو يساوي اتجاهه لتحت، وهي أثبتت لك بالتست إني أخذت نقطة وعملت عليها تست. يلا الكونستان الثالث، 3 أو ماينس 2 و3، الماينس 2 هيها والثلاث هيها، خلينا نرسمها بلون مميز شوي، نأخذ الأخضر، هيو أوكي هيو، وهي الكونستان الثالث، بدنا نحدد الفيزا بالريجن، طبعا هذا مساواة، بتحكي لي كيف بدي أحدد اللي هي بما إنها مساواة، كيف بدي أحدد لفوق ولا لتحت؟ بحكي لك بنفس الطريقة، خذ نقطة، بعد ما تأخذ نقطة بتحددها، بس أنا هون بدي أعطيك نوت مهمة جدا جدا جدا، يعني مهمة كثير، أهم نوت في الشابتر، لما يكون في عندك مساواة في أحد الكونسترين، هذا الكونسترين هو نفسه الفيزابل ريجن. كمان مرة، عندي ثلاث كونسترين، المتباينة أكبر، واحدة أصغر، أو التنتين صغار، أو التنتين كبار، مش فارقة، واحد من الكونسترين كان مساواة، أول بتحل طبيعي، بس أول ما تشوف واحد من الكونسترين في مساواة، حط جنبه ستار عشان ضلك متذكر هاي النوت، أول ما تشوف كونسترين مساواة، مساواة جاهز يعني من دار أبوه مساواة، جاي من السؤال مساواة، بتعرف إنه هو نفسه الفيزابل ريجن. كيف يعني هو نفسه الفيزابل ريجن؟ تعال أفرجيك. بدي منطقة تشترك فيه كل الكونسترين وبنفس الوقت هو الفيزا بالريجن، معناته هيها هذه الفيزا بالريجن، بعدين بحط له زي هيك، هاي الفيزا بالريجن، ماشي، هذه الفيزا بالريجن. اوكي، طبعا رسمتي شوي مش دقيقة، هذا الخط مفروض يكون لفوق شوي عشان تكون تشترك معهم، فأنا بدي أمسحه وأضبطه شوي، يعني الأصل يكون هون، الخط الأصل يكون هون هيك، يعني وهنا نعتبر إنها اثنين عشان تكون رسمتنا دقيقة. تمام، كمان مرة، مجرد ما شفت كونسترين مساواة جاي من دار أبوه جاهز، هذا الكونسترين راح يكون هو الفيزابل ريجن، شايف هذا الخط؟ هو الفيزابل ريجن بس مش المساحة، الخط. حلو، طيب وهاي انا كيف حددت هذا الخط؟ تحكي لي طب ليش انت ما اخذت ولا الجزئيه هاي مثلا او الجزئيه هاي؟ بحكي لك انا ماشي، الفيزابل ريجن ما راح يتغير مفهومها، بدي فيزابل ريجن تحتوي على كل الكونسترين، تشترك فيها كل الكونسترين، الكونسترين اللي بالازرق مشترك، اللي بالاحمر مشترك، واللي بالاخضر مشترك، وهو نفسه الفيزابل ريجن. اوكي، طيب وهاي اصلا هاي الحاله كثير سهله، ليش كثير سهله؟ شوف لي هون عندي بس نقطتين، اما هاي النقطه او هاي النقطه، واحده منهم الاوبتيمال، خلينا نسميها هاي A، خلينا نسميها هاي بي، ماشي، يلا نقطة A والنقطة B، واحدة منهم راح تكون الفيزابل ريجن، واحدة منهم راح تكون مين؟ الفيزابل ريجن، الفيزابل ريجن. ممتاز، لحد هون أمورنا تمام التمام. النقطة الأولى أو النقطة B، في داعي أعرف إحداثياتها؟ لا، معروف إحداثياتها، اللي هي 0 على X، على X1 و2 على X2، ممتاز، لان هي اصلا ناتجه من وين؟ من الكونسترين الاول، هيها 2 2 و2، فانا عندي النقطه بي بس 2 على الاكس، على الاكس 2. عندي النقطه اي، هي اشتراك بين مين ومين؟ اشتراك بين الكونسترين الاخضر وبين الكونسترين الازرق. طيب طبعا انا مسحت ارقامهم، الكونسترين الازرق اللي هو رقمه 2 والكونسترين الاخضر اللي هو رقمه 3. يلا نجيب احداثيات النقطه اي، الكونسترين الثاني والثالث، الكونسترين الثاني
3x1 زائد 4x2 تساوي 24، والكولسترون اللي بعده 2x2 ناقص 3x1 تساوي 6. بدي احلهم على الآلة الحاسبة بشكل سريع، اطلع قيم x وقيم x1 و x2 اللي هي احداثيات النقطة A. 3 4 24 2 ماينس 3 6، رح تطلع احداثيات النقطة A 5.64، واللي بعدها راح تكون 1.76. يلا بدنا نروح نعوض هدول القيمتين وين؟ في الاوبجكتيف فانكشن، ناخذ القيمه الاقل اللي هي المينيمايز. طيب باجي بحكي لك مينيمايز زد ايكوال 3. هذا سؤال امتحان 3x1، اجانا نفس فكرته بالفاينل بس الاغلب صراحه تغلب منه، فانت لازم تكون جاهز بهاي الافكار وبهاي النوت المهمه. هسه برجع بعيد لك اياها مره ثانيه. يلا عوض لي، عوض لي النقطه بي في البدايه، النقطه بي عوض لي، او خلينا نمشي بالترتيب. النقطه اي راح تعطيك هاي جنب معك 3 x1 5.64 زائد 4 في x2 اللي هي 1.76، هتطلع معك 23.96. والنقطه بي راح تطلع عندك هاي راح تكون 0.428. الاوبتيمال سوليوشن واضح عندك اللي هو النقطة بين، انا بشتغل في الاوبتيمال بشتغل في المينيمايز، فباجي بحكي لك اوبتيمال سوليوشن ات بوينت بي، شو النقطة بي؟ 0 و2 ايكوال 8 دولار. تمام، هذا انتهى السؤال. ارجع اعيد لك فكرته، لحد هون احنا ما عملنا شيء جديد، حولنا لمساواه وطلعنا احداثيات النقاط عشان نرسم الكونسترين. بعد ما رسمت الكونسترين بدي احدد الفيزابل ريجن، حكيت لك مجرد ما تشوف مساواه بتحط نجمه بنجمه ماشي، بتعرف انه هنا في ان في السؤال فيه تريك. شو هذا التريك بهذا السؤال؟ وضعه بسيط، انه هذا الكونسترين هو نفسه الفيزابل ريجن والنقاط تبعت الاوبتيمال على نفس هذا الخط. كيف يعني؟ هاي انه هاي الفيزابل ريجن، كيف حددنا انه هاي هي الفيزابل ريجن اللي بالاسود هي نقطه تشترك فيها الثلاثه كونسترين ماشي، الثلاثه كونسترين وهذه الفيزابل ريجن، وعشان عليها مساواه الفيزابل ريجن هي نفس الكونسترين. كمان مرة الفيزابل ريجن هي نفس الكونسترين لأنه في مساواة. وضحت كيف؟ وضحت يا رب، بتشل بتمنى أنها تكون وضحت. عندك نقطة A ونقطة B، النقطة B احداثياتها 0 2 واضحت، النقطة A تقاطع 2 كونسترين نفس ما كنا نشتغل قبل، جبت 2 كونسترين طلعت الإحداثيات وعوضت وأخذت المينيمايز. طبعا هيك صراحة ما ضل الأسئلة، يعني هذا هي أفكار التشابتر. ركز لي الأسئلة اللي أنا حليت لك إياها بإذن الله ما راح تطلع عنها. أمثلة سلايدات تمام، امثله هاي امثله حلينا مثالين اضافيات، واحد ماكسمايز واحد مينيمايز. هاي المثال حلينا امبارح على الماكسمايز، وهي مثال المينيمايز، وهاي الفكره مهمه جدا، يعني لازم تجي يا فيرست يا فاينل على هاي الفكره انه الاوبتيمال يكون على نفس الخط. الفيزابل ريجن هي نفس الكونسترين. تمام، هيك انتهى شابتر 2 ماشي، وهو بيعتمد اعتماد كلي على شابتر 1. ان شاء الله انك تكون امورك تمام، فالله يستر اموركم ويفتح عليكم، لا تنسونا من دعواتكم. إن شاء الله الفيديو الجاي حنبلش في شابتر 3 وبده تركيز كثير، سهل، خطوات معينة بنمشي عليها وهي بروسيجر حبة حبة، ورح نحل أمثلة كثير. الله يسر أموركم، يفتح عليكم. السلام عليكم.